بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبنائي الأطباء، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل حلقات الحديث عن أمراض طفيليات الدم في الأغنام والماعز، وقد بينا في الأسبوع الماضي لماذا أعطينا اهتمام لطفيليات الدم في الأغنام والماعز، رغم أن احنا شرحناها في الرومينانت اللي هي الأبقار والجاموس، ودي تشمل برضو الأغنام والماعز، ولكن كثير من الأطباء بيظن أن الأغنام والماعز ما بتصابش بطفيليات الدم، وبالتالي بيهمل في التشخيص أن هو يتوقع أن يكون في طفيليات دم في الأغنام والماعز. لكن النسبة بالنسبة لإصابة الطفيليات الدم في الأغنام والماعز منتشرة على مستوى دول الشرق الأوسط والدول العربية، وتصل النسب أحيانا ل 16% أو 20%. الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن السيليريا، كانها مرض خطير ومزمن وبيضعف الجهاز المناعي، وخطورته ان هو له تو فورمز، ان هو له الشيزونت فورم اللي هو ان الترافوزويد بيهاجم كرات الدم البيضاء ويدمرها ويتكاثر ايضا داخل كرات الدم الحمراء، ويسبب فقر دم ويسبب جوندس ويسبب نسبة نفوق عالية اذا لم يتم العلاج مبكرا. النهاردة بنتكلم على مرض تاني اللي هو البابيزيا او بيسموه البايروبلازموزس او التكساس فيفر او الريد ووتر او التيك فيفر. ده برضو مرض من أمراض طفيليات الدم اللي هي بروتوزوا، التي تصيب جميع الحيوانات، يعني تصيب الأبقار والأغنام والماعز والإبل والخيول والكلاب والقطط، ولكن في تفاوت في نسبة الإصابة. يعني مثلا في الإبل ممكن إن احنا نجد في بابيزيا داخل كرات الدم الحمراء، ولكن لا تسبب مرض، يبقى الحيوان كارير فقط. لكن في الأغنام والماعز والأبقار والجاموس بتبقى خطيرة وتعمل أعراض كاركتريستيك عند الإصابة بها. طفيليات الدم في الأغنام والماعز، مرض البابيزيوزس. لما نيجي نشوف المسبب بتاع البابيزيا في الأغنام والماعز، اللي هي البابيزيا أوفيس والبابيزيا متاسي، وزي ما قلنا العدوى منتشرة في الميدل إيست، الشرق الأوسط والساوثرن أوروب، جنوب أوروبا، Some African and Asian countries، بعض الدول الأفريقية والأسيوية. المرض بينتقل، نفس الفكرة بتاعت انتقاله بالنسبة لما اتكلمنا عن السيليريا، ان الأوراد، في انواع من الأوراد بتبقى موجودة، تيجي تمص دم من حيوانات مصابة، فبينتقل لها السبوروزويت الموجود في كرات الدم الحمراء، موجود يدخل عند الأوراد ويبدأ يعمل ريبرودكشن اسيكسوالية، ريبرودكشن لجنسي، تتكاثر داخل الحشرة نفسها وتصبح الحشرة مصابة بهذا المرض، ولكن طبعا بتبقى حاملة ليه، وتيجي تمص دم من حيوان سليم بتنقل التروفوزويتس دي الى الدم للحيوان، وبالتالي يصبح هي وسيلة الأساسية في نقل المرض من حيوان الى اخر، اللي هي الأوراد. طبعا المحاضرة اللي فاتت قلنا في بعض الحشرات المصة للدماء ممكن ينتقل عن طريق الدم الملوث، عندما نعمل نقل دم ممكن ينتقل عن الإبر الملوثة، دي كلها وسائل ميكانيكية ممكن ينتقل عنها عن طريقها المرض. يبقى لا يعني عدم وجود أوراد ان ما عنديش مشكلة ان في المرض مش موجود، ولكن لازم نعمل بلاد فيلم ونتأكد من وجود المرض ولا لا. زي ما احنا شايفين كده اللايف سايكل بتاعت المرض، ان في جزء منه داخل الحشرة وفي جزء منه داخل الحيوان. هذا الجزء اللي داخل الحشرة وده الجزء اللي داخل الحيوان. بيبدأ الحشرة عشان الأوراد ده له مراحل في النمو، اللي بيبقى موجود على الحيوان اللي هو النمف الأول، بيبقى اللارفا، بتكون اللارفا، بعدين الانجورجد لارفا، بعدين بتكون النمف. النمف ده اللي بمص الدم ويتحول حشرة ثانية.
Once the poppy seed sides in slash onto a host, they usually crawl upwards until they reach a point where clothing restricts any further. The tick then uses its cutting chelicerae to make a hole in the skin and quickly sink their barbed hypostome into the hole. Within a short period of time, the tick begins a complex cycle of salivation and sucking. Their saliva contains hundreds of pharmacologically active molecules that suppress the host's ability to fend off the invader. The tick slices through small capillaries, creating a pool of blood that remains uncoagulated due to the tick's salivary anticoagulant. The nymph feeds unnoticed because of its small size and the pain-killing chemicals it secretes. It also will begin ingesting blood, increasing in size tenfold. By day two of attachment, the Babesia sporozoites will have matured in the tick's salivary glands and are transmitted to the host as the tick salivates. ايه خطورة المرض بقى؟ ان الفكرة ان التروفوزويد ده لما بيدخل كرات الدم الحمراء في الحيوان بيكسر كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء دي هي اللي فيها الهيموجلوبين وهي المسؤولة عن نقل الاكسجين لجميع خلايا الجسم، ويعني دورها كبير جدا. فلما تكسر كرات الدم الحمراء كتير يبدأ الحيوان يحصل له فقر دم، انيميا، وكمان نسبة الهيموجلوبين بتزيد في الدم تعمل حاجة اسمها هيموجلوبينيميا. وبعدين لما تزيد تنزل في اليورين عن طريق الكلية وتلون البول باللون الأحمر الغامق أو اللون البني، بتعمل حاجة اسمها هيموجلوبين يوريا. ده خطورة المرض، إن الحيوان ممكن يموت من فقر الدم من الهيموليسيز ويبدأ يحصل له جوندس. زي ما شايفين كده الخطوات، أول حاجة أنيميا due to lysis of large number of RBCs، فقر الدم نتيجة لتكسير عدد كبير من كرات الدم الحمراء. بعدين lack of oxygen، الحيوان بيبدأ ما يقدرش ياخد نفسه، بينهج. بعد كده في بعض السموم ممكن توصل للجهاز العصبي وتبدأ تعمل أعراض عصبية. طب إيه الأعراض بقى في الغنم، وإزاي نفرق بينها وبين الأعراض في البقر والجاموس؟ لما جينا اتكلمنا عن أعراض البابيزيا في الأبقار والجاموس، كنا قلنا ان بعد 48 ساعة من ارتفاع درجة الحرارة بيبدأ الحيوان على طول يتبول اللون البني الغامق زي القهوة كده، ودي بتبقى علامة مميزة جدا للدكتور لما يروح يلاقي الحرارة عالية ويلاقي الحيوان بيتبول بول لونه غامق وفي اوراد على الحيوان، يشك ان دي بابيزيا. لكن في الغنم حدوث الريد يورين ممكن يتأخر عن كده، ممكن ما يظهرش خلال يومين وممكن ما يظهرش خالص. زي الخيول كده، الخيول لما بيجي لها بابيزيا برضو ممكن ما تعملش ريد يورين. اختلاف بقى تركيب التشريح للكلية والحاجات دي، ولكن ممكن تعمل ريد يورين ولكن ما تعملش. برضو في الغنم ممكن البابيزيا تعمل دارك ريدش براون يورين لو الإصابة جديدة، وممكن ما يكونش اليورين ينزل مس أصفر غامق أو كده. الحيوان بيمنع الاكل، يبقى فيه فقر دم، الصعوبة في التنفس، الحرارة فوق 41.5، وفترة الحضانة بتاعت البروتوزوا بتاخد من 7 إلى 10 أيام. الحيوان لو احنا ادينا علاج وخف دايما تلاقيه مسيتد. لو هو بيجيب لبن اللبن بيقل، ممكن بعض الحالات يحصل لها اجهاض، واحنا قلنا دي محاضرة من المسببات الاجهاض في الاغنام والماعز اللي هي الفيفر او البلاد بارازايتس. لكن لو الحالة دخلت كورونيك كيس بيبقى صعب تشخيصها بقى. تلاقي الحالة ده نورمال تمبريتشر، الحيوان هزيل، في اكتراس، في انيميا. فدي بقى هي عايزة ديفرنشال دياجنوستس كويس، لان في حاجات كتيرة بتعمل انيميا، ودي قلناها المحاضرة اللي فاتت. لو شرحنا حالة هنلاقي ان اهم حاجة هنا مميزة ان الليفر والسبلين بيبقى انلارجد، بتعمل تضخم في الطحال والكبد. لو فتحنا اليورينري بلادر ممكن نلاقيها ملتهبة وفيها دم غامق كده. احيانا يبقى فيه انزفة في العضلات وتحت الجلد. وطبيعة البلاد لما نيجي نضرب ابرة كده تلاقيه دم خفيف عامل زي المية كده، لان في تكسير لكرات الدم الحمراء اللي هي بتحافظ على لزوجة الدم. فدي علامة مهمة قوي بالنسبة لي، لما تيجي تضرب ابرة في الوريد او تسحب دم تلاقي الدم خفيف، الطحال متضخم زي ما قلنا، وهي بعض الغدد الليمفاوية الداخلية ممكن تبقى متضخمة.
ده سبلينا موجليا، هي تضخم طحال. طيب ازاي نشخص حاله ال ازاي نشخص حاله البابيزيا؟ انا دايما بنصح الدكاتره ان دايما المعمل ده اساسي في التشخيص. يعني لو انا الامر صعب عليا ومش عارف اشخص، ببعت عين المعمل بعد ما بشوف اعراض، ببعت اعمل بلاد سمير، اخد نقطه على شريحه الدم وافردها وابعتها المعمل، بيصبغوها بالجيمس ستين ويشتغلوا سيرولوجي الإلايزا ويشتغلوا بي سي ار والحاجات دي، وكده نقدر ناكد التشخيص بتاع هي اللي هي سايلريا ولا هي بابيزيا ولا انابلازما ولا ترايبانسوما ولا ميكسد انفكشن. النهارده دكتوره في الرياض بعتالي حاله ميكسد انفكشن بابيزيا مع سايلريا في غنم. يبقى الاعراض اللي بتظهر زي ما قلنا قبل كده، الحراره العاليه ومنع الاكل وهيموجلوبين يوريا والكرش واقف وصعوبه في التنفس وضربات القلب بتزيد وجوندس والحيوان بيبقى مترنح كده مش قادر يقف، وممكن يبقى ريكامبت كمان، انا بيكون فقر دم جديد ويبدا يحصل كم دي البلاط فيلم. هو ظاهر عندنا البابيزيا بتاخد اشكال مختلفه، ممكن تبقى شكل الكمثرى ده بابيزيا هي، او دي بابيزيا هي بتبقى زي اتنين كده حبتين مع بعض متصلين بعض زي سماعة التليفون. ان شاء الله في المحاضرة الاخيرة نحط صور نفرق ازاي بين البابيزيا والسايلريا والانابلازما وترايبانسوما. ديفرينشال دياجنوز بقى الامراض اللي تعمل فقر دم، وممكن تعمل جوندس، تعمل انيميا، تعمل السايلريا اتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات، الليبتوس بايرا في الغنم مرض مشهور قوي وبيعمل برضه هيموليسيس، باسيلر هيموجلوبين يوريا مرض ميكروبي بيعمل برضه تكسير كرات الدم الحمراء، والانابلازما. دول اهم امراض بيعملوا اعراض متشابهه او بتعمل فقر دم ويبقى فيه صعوبه في التشخيص، لان كل مرض له علاج. ترايبانسوما لها علاج، والسيلريا لها علاج، والليبتوس بايرا له علاج، والباسيلري لها علاج، والانابلازما لها علاج. هنتكلم على الخطوط العامه للعلاج دلوقتي. المهم قوي تركزوا بقى معايا، لان في ادويه احنا بنقول انتي بابيزيا لدراج، في ادويه فيها ميزه ان هي تشتغل على البابيزيا وتشتغل على ترايبانسوما، دواء بيشتغل، وفي ادويه تشتغل على البابيزيا فقط. طب الحرارة عالية وفي التهابات وكده، بندي نانوسترويد الانتي انفلاماتوري او ندي انالجين وكمادات مية ساعة. الحالة عملنا تحليل لقينا فيه انخفاض شديد في كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين، فلازم نعمل نقل دم. لو الحالة مش شديدة قوي ممكن ادي فيتامينات واملاح عشان اساعد على تكوين كرات دم جديدة. ودايما البابيزيا والسايلريا والترايبانسوما والانابلازما بيأثروا على الكبد والطحال والكلى، فدايما ادي حاجات منشطة للكبد وادي رافع مناعة. دي الخطوط العامة لعلاج حالة بابيزيا، ونبدأ نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. جهزوا بقى كده الاسئلة، نرحب بكم جميعا الدكاترة الحاضرين معنا. الانتي بابيزيا الادراج عندنا في نوعين مشهورين وفي نوعين مش مشهورين. خلينا نتكلم على الانواع المشهوره اللي الدكاتره كلها عارفاها وموجوده في كل الدول، اللي هي مركب الدايمينازين اسيتيوريت والايميدوكار. دايمينازين اسيتيوريت الماده الفعاله اسمها دايمينازين اسيتيوريت، وفي ادويه كده تتباع كده اسمها دايمينازين اسيتيوريت، او زي ما هنقول بعض الامثله التجاريه زي البرينيل والباترينيل والحاجات دي. وفي الايميدوكار مركب الإيميدوكار في شركات كتيرة منزلاه، برضو هندي أمثلة منه وصور لبعض الدكاترة اللي لسه شغالين في الفيلد وما يعرفوش الأكتف برينسيبل، فدايما يحبوا أن أنا نذكر أسماء تجارية. وبفضل الله الكتاب اللي أنا نزلته من حوالي 25 سنة اللي هو الهاند بوك نزلت كتابين، كتاب بطن وكتاب معدية، فكنت أتعمد أن أنا أكتب أسماء تجارية للأدوية، وده عمل شهرة كبيرة جدا للكتاب واتباع منه آلاف النسخ، لأن الدكتور عايز إيه يعني مش حافظ أدوية، فياخد اللي كان ياخدها كروشتة يبعتها للدكتور في المعرض أو في الصيدلية البيطرية يصرف الدواء على طول. لكن إحنا كدكاترة بننصح إن إحنا نحفظ الإيه الأكتف برنسيبل، وعشان لما تلاقي اي مركب بقى تشوف الاكتيف ريسول ده، هل المركب ده فيه دايمينازين ولا دي ايميدوكارب،
دي المادة الفعالة. طيب في مركبات الكوينابيرامين سلفيت اللي اتكلمنا عنه في الترايبانسوما من الأدوية المشهورة كوينابين، والمادة الفعالة اسمها كوينابيرامين سلفيت، ممكن تأثر على البابيزيا. هي أساسا من الدكاترة كلهم عارفين إن إحنا بنعالج بها الترايبانسوما في الإبل، هي أو السيميلارزان، لكن هي أيضا بتأثر على البابيزيا. يبقى ميزة الكوينابيرامين سلفيت انه بيشتغل على البابيزيا والايه وترايبانسوما، بينما الايميدو كارب بيشتغل فقط على في مركب اسمه الفينامدين. الفينامدين الماده الفعاله، هنتكلم برضو على بعض الاسماء التجاريه. يعني دول اربع مركبات مشهورين لعلاج طفيلات الدم اللي هي البابيزيا والترايبانسوما. ايه هما؟ الدايمنازين اسيتيوريت والايميدو كارب، كوينابيرامين سلفيت والفينامدين. الإيميدو كارب، نتكلم على الإيميدو كارب، والمهم جدا جدا الجرعة. النهاردة لسه كاتب على صفحتي على التليجرام دكتور كان بعت حوار عنده أنابلازما وعايز يديله ميزول أو إيميدو كارب يعني، ودكتور بقى أمس بعت لي قال لي يا دكتور في خروف كان وزنه 10 كيلو وشكيت إن هو عنده أنابلازما. طبعا الاميدو كارب بيشتغل على اثنين، على الانابلازما اللي هنسه اتكلم عنه الاسبوع الجاي ان شاء الله، وبيشتغل على البابيزيا. الاميدو كارب ميزته انه بيشتغل على نوعين من طفيلات الدم، على البابيزيا وعلى الانابلازما. فلما ادى نص سنتي اميدو كارب اللي هو الاميزول، لما اداه الخروف اللي هو وزنه 10 كيلو مات مباشره بعد الحقنه، زبت كده عمل سلايفيشن من بقه ومات. فقلت له يا دكتور الجرعه عاليه، ده احنا المفروض بندي 1 مللي للايه لل100 كيلو، فانت عندك 10 كيلو تدي له نص ملي، يعني انت كده اديت الجرعه مضاعفه 5 مرات. فمهم جدا وجدا وجدا اعود اقولها بقى 100 مره، لما تستخدم الايميدو كارب يو شود كالكوليت ذا كوركت دوز اند ات از بيتر تو انجكت اتروبين سلفيت معاها. ليه؟ لان لو حصل توكسيستي من الايميزول او الايميدو كارب الانتيدوت بتاعه الاتروبين، فلو الحملان اللي هي الاغنام والماعز حساسه جدا للايميدو كارب، فاحسب الجرعه مظبوطه بالوزن وندي معاها اتروبين. الايميدو كارب الملي فيه لما نيجي نحسبها بالملي جرامز، الملي كاتبين الشركه كاتبه عليه ان هو فيه 120 ملي جرام، يعني تركيزه 12%. طب نيجي بقى الجرعه بتاعته، هو ممكن اديك علاج ولو انا عندي حالتين ثلاثة في المزرعة او 4 أو 5 حالات اصيبوا بالبابيزيا، ممكن ان انا اديه للحيوانات السليمة كبروفلاكتيك، انه يدي لهم 6 أسابيع مناعة حماية من الاصابة بالبابيزيا. ده ميزة الاميدو كارب، ان هو كعلاج وفي نفس الوقت ممكن اديه للحيوانات المجاورة عشان ما تصابش، بيديني مناعة لمدة 6 أسابيع. صلوا على رسول الله. دكتور ايمن جلبط، دكتور سامح الدباس، بنرحب بكم جميعا. يبقى الايميدو كارب دي اللي احنا بنتكلم دلوقتي على المزايا، وقلنا العيوب بتاعته ان هو ممكن يعمل توكسيستي لو الجرعه زادت، والجرعه بتاعته في الابقار والاغنام والمحد ملي لل100 كيلو، ده الجرعه العلاجيه. في الخيول والحمير والبغال بنديه 2 ملي لل100 كيلو. طب لو عندي ميكسد انفكشن، او لو انا العينة المعمل طلع لي انه هو في انابلازما وفي بابيزيا، ممكن ازود الجرعة الاثنين ونص ملي للمية كيلو، بس ما ادهمش مرة واحدة، ادي نصها صباحا ونصها مساء. في حالات الميكسد انفكشن ممكن ازود الجرعة، ميكسد انفكشن بايه؟ بالبابيزيا والانابلازما، مش بالبابيزيا والسيلاريا، لان ممكن يكون في ميكسد انفكشن بابيزيا سيلاريا، بابيزيا انابلازما، بابيزيا ترايبانسوما. لا، البابيزيا والانابلازما لان الدواء ده بيشتغل على الاثنين. في الحاله دي انا ازود الجرعه 2.5 مللي اللي هي دي اسمها الجرعه الوقائيه اصلا، بنديها بس نصها صباحا ونصها مساء مع الاتروبين. الحاجات دي مهمه يا جماعه، دي خبره في الفيلد لازم نستفيد منها، علشان ايه؟ الجرعات هي في الابقار والاغنام والخيول والحمير وفي حاله الميكسد انفكشن. ايه بقى الاثار الجانبيه بتاعت الايميدو كارب؟ زي ما قلنا
ان هو ممكن يعمل مصل تريمورز وسالايفيشن زي التسمم بالاورجانوفوسفورس كده، تلاقي الحيوان بدا يزبد يزبد يعني يرغي بقه بالسالايفيشن ويقع على الارض ويترعش. زي ما قلنا نلحقه بالاتروبين او يفضل ان انا ادي معاه اتروبين. ومشكلته انه لو اديناه للحيوان بيبقى في فتره السحب بتاعته في اللحوم بتبقى عاليه جدا، 213 يوم المفروض ما تبحش الحيوان، ولو في اللبن بتقعد 21 يوم ينزل في اللبن. بندي اتروبين لتجنب الاثار الجانبيه. طب امثله بقى تجاريه للايميدو كارب، عندنا دواء اسمه ايميزول، مشهور دواء اجنبي ايميزول، الجرعه بتاعته العلاجيه 1 مللي لكل 100 كيلو. في دواء اسمه ايميدوزول، ايميدوزول الشركات بقى الوطنيه ايميدوزول. في دواء اسمه ايدو كارب، وفي دواء اسمه اي ميكس. دي امثله جبتها من على النت لادويه تجاريه. انت عارف ان الماده الفعاله هنا ايميدو كارب، فبستخدمها واقرا البنفلت واشوف الجرعه بتاعته واتوكل على الله بعد التشخيص وابدا اعالج. طيب عايزين امثله تجاريه لادويه تحتوي على الماده الفعاله الدايمينازين اسيتيوريت. واحفظوا الماده دي لان لما نيجي نتكلم على ترايبانسوما بنستخدم الدواء ده في الترايبانسوما في جميع الحيوانات ما عدا الابل، لان بيعمل تسمم للابل وممكن يعمل نفوك في الابل، فلا نستخدم مركبات الدايمينازين اسيتيوريت لعلاج الترايبانسوما في الابل، بينما ممكن نستخدمها لعلاج البابيزيا وترايبانسوما في جميع الحيوانات بدون اي مشاكل. عندنا دواء مشهور اسمه البرينيل، وعندنا الباترينيل، وعندنا دواء كده اسمه دايمينازين اسيتيوريت اللي هو الدواء المركب ده كده اسمه بنفس الماده الفعال دايمينازين اسيتيوريت، علاج البابيزيا وترايبانسوما في الابقار والاغنام والخيول. في بقى المركب الثالث اللي هو مشهور قوي لعلاج الترايبانسوما في الابل وبمرض الهيام اللي موجود في دول الخليج ومصر وكده، اللي هو المادة الفعالة كوينا بيرامين صلفيت أو كوينا بيرامين كولورايد. في نوعين، في صلفيت وفي كولورايد. الصلفيت في منه أسماء تجارية اسمه الألترا كوين والألو كوين والبايو كوين، والجرعة بتاعته 4.4 ميلي جرامز بير كيلو جرام. دي في جميع الحيوانات لازم برضو التزم برضو. الدواء ده بيعمل مشاكل برضو، بيزبد والحيوان ممكن يدخل في رعشة وكده لو اديت جرعة عالية. هنا بقى نرش على الحيوان مية باردة كده وبتاع ممكن يتحسن ان شاء الله، لكن ما اعتقدش ان الاتروبين يشتغل كأنتي دوت له زي الايميدو كارب. ادي الانواع التجارية هي الدواء الاسبايرين، وفي دواء اسمه اكوين، وفي دواء اسمه كوين اس بيسموه الإبرة الحارة والإبرة الباردة، الهندي والباكستاني. في دواء اسمه الفينا، المادة الفعالة اسمها الفينا ميدين، ومنه أسماء تجارية. دواء الفينا ميدين ده مشهور دايما بيستخدموه في الكلاب، هنا حتى رسمين صورة الكلب على علبة الدواء، لكن بيشتغل في البقار وفي الأغنام وكل الحيوانات. الفينا ميدين، في دواء اسمه بنتا ميدين، ده انتي بروتوزوال دراجز، كتير من الدكاتره ما ياخدوش بالهم ان ده بيعالج البابيزيا في الكلاب والقيول والابقار. الماده الفعاله غير اللي احنا اتكلمنا على 4 مركبات الان لعلاج الطفيليات الدم البابيزيا، اتكلمنا عن الايميدو كارب والدايمينازين اسيتيوريت والكوينا بيرامين سلفيت والدواء الرابع الفيناميدين، عشان لو حد في اي دوله ممكن يسال عنه ويلاقيه لو ما كانش عنده مثلا الادويه الاخرى. يبقى عندنا مركبات دي تبحث علميه كلها بتاكد ان هي بس الدواء ده له مشاكل ان هو بيعمل حساسيه، ولازم ندي معاه انتي هيستامينك. لازم ندي معاه ايه يا جماعه؟ انتي هيستامينك. الدايمينازين اسيتيوريت، لو تفتكروا الدايمينازين اسيتيوريت تلاقي في بعض الشركات حاطه معاه انتي انفلاماتوري دراج، فممكن ما نديش معاه انتي انفلاماتوري نانو سترويدال، يعني ما نديش معاه نانو سترويدال. الكنترول طبعا في فاكسينيشن لكن مش موجود عندنا في دول الخليج. الملخص عام للمحاضره سريعا كده للدكاتره اللي دخلوا متاخر، بابيزيا طفيلي الاولي بيعيش داخل كرات الدم الحمراء، وهو ياخد شكل الكمثرى او شكل البيضاوي، بينتقل عن طريق الاوراد،
بيعمل ارتفاع في درجة الحرارة وهبوط عام وخمول واحتقان في الأغشية المخاطية والبول أحمر أو بني داكن وعليه رغاوي، وممكن يعمل إجهاض في الحوامل. بينتقل عن طريق الأوراد في شكل حاد وفي شكل الميكروسكوب، بنشوفه تحت الميكروسكوب ويبقى واضح. لما يكون في عدوى مختلطة بالبابيزيا الأنابلازما يفضل إننا تستخدم الإيميدوكارب. أنا بقول لك في دراسة اتعملت في أسيوط وجدوا إن 50% من الأوراد بيبقى يحمل النوعين بابيزيا والأنابلازما، ويفضل حقن الأتروبين سلفيت 1% 1 ملي لكل 100 كيلو جرعة الأتروبين، يعني بيخفف من الأعراض الجانبية للإيميدوكارب. لما أجي أدي أتروبين أحسب جرعاته إزاي؟ أشوف الحيوان لو 100 كيلو أديله 1 ملي زي الإيميزول بالظبط، زي الإيميدوكارب. الإيميدوكارب 1 ملي للمية كيلو، الأتروبين 1 ملي عشان مش تنسى 1 ملي للمية كيلو حد أقصى. يعني لو عندي غنمة كبيرة خالص، أتكلم في الغنم والماعز، الغنم بتبقى 60 كيلو 70 كيلو، يعني عمري ما هوصل لواحد ملي أصلا، ده نص ملي بالكتير. منشطات الكبد بقى عندنا الأوبتي ليفر، السيمالارين والبي كومبلكس والبروبيلين جلايكول والميثيونين والمان بيوتون دوفلايت، بدي فيتامين كاف. لما اجي ادي نانو سترويدال ما استخدمش الديكلوفيناك صوديوم زي الفولتارين والديكلوبريما والحاجات دي. ليه بقى؟ لان الديكلوفيناك صوديوم شديد بيعمل سيوله في الدم، وبالتالي ممكن يعمل قرحه، واحنا مش عايزين المشاكل دي تحصل. لكن الافضل زي ما قلنا هنا ان مركبات الدايمينازين اسيتيوريت تحتوي على مضاد التهاب اسمه فينازون. الدايمينازين اسيتيوريت بيبقوا حاطين عليه ماده تانية اسمها فينازون، ده مضاد التهاب وخافض حراره. مركبات الدايمينازين اسيتيوريت ميزتها ان هي بتعالج البابيزيا والترايبانسوما. لازم يا جماعه ان انا احل مشكله التكس ده باستخدام مبيدات حشريه زي الدلتا مثرين عشان نقضي على الاوراد، او دواء اسمه الايفوكس 500. طب لو عملناش نقل دم نستخدم بدائل نقل الدم زي البلاد سيل، بيحتوي على فيتامينات خاصه بي 12 اللي هو بيساعد على تكوين كرات الدم الحمراء. ممكن ادي حقن حديد او اجيب مركب فيه حديد ونحاس وكوبالت زي البلاد سيل اللي شايفينه قدامنا. ايه العلامات بعد البروجنوزس بقى؟ الحاله بقى مش هتستجيب للعلاج لما الحراره بدات تنزل سب نورمال بعد ما كانت 41 نزل 36 37 حين منع الاكل خالص، رقد، حصل له ريكومبنس يضلنس، وفي رعشه في العضلات، وفي فقر دم شديد تفتح الاغشيه المخاطيه تلاقيها بهتانه خالص، ده بتبقى باد بروجنوزس. اسئله حضراتكم. احمد الجزار بيقول ايمو كيم ده دواء اسمه، يعني ايمو كيم ماشي، ادويه كتيره جدا. دواء احمد، الدكتور احمد بيقول لنا في دواء اسمه ايمو كيم، ده هي المادة الفعالة في إيميدوكارب. حد بقى عنده تجربة أو عالج مرة أو شاف حاجة أو كده؟ احنا زي ما قلنا بننصح الدكاترة، الحمد لله الترند ده شغال دلوقتي في الدول الخليج، السعودية وعمان والكويت وكده، بدأوا يبعتوا عينات معمل ونشوف التحليل عشان نأكد التشخيص وما نعتمدش على الأعراض فقط. وبكلمنا ان المحاضرة اللي فاتت السيليريا قلنا احسن دواء لعلاج السيليريا البو فارفاكون زي البوتوليكس والبيتوكس والحاجات ديت، والنهاردة اتكلمنا على افضل علاج لعلاج البابيزيا اللي هو الايميدوكارب والدايمينازين اسيتيوريت والكوينا بيرامين سلفيت والفيناميدين. الميزة الدايمينازين اسيتيوريت انه بيعالج الترايبانسوما وبيعالج البابيزيا. ميزه الكوينا بيرامين سلفيت ان هو بيعالج البابيزيا وبيعالج الترايبانسوم. طب لو في ميكسد انفكشن بالبابيزيا مع الانابلازما، ندي جرعه الايميدوكارب 2.5 ملي لكل 100 كيلو بس نقسمها على جرعتين مع الاتروبين معاها، وجرعه الاتروبين 1 ملي لل 100 كيلو. فين الاسئله يا شباب؟ شباب النهارده نايمين ما حدش بيسال ليه؟ يعني المحاضره واضحه مع الدكتور محمد، المحاضرة واضحة. الدكتور محمد من الناس اللي بيدخلوا أول واحد على بدأنا بسم الله ما شاء الله. أسمان إدريس، كيف ننقل دم بين حيوانات؟ هل ضروري أفحص الدونر؟ لا يا دكتور توكل على الله،
أنا بقالي أكتر من 20 سنة بنقل دم في أبقار وفي إبل وفي كل الحيوانات. خد عينة من حيوان سليم، تتأكد إنه سليم ماليش عليه أي أعراض، وخد منه على كيس يحتوي على مادة تجلط جاهزة اللي هو الهيبارين، أو أنت هات أمبولة هيبارين نص، خد نصها على 500 مللي، وحطها مع صلاين كده، وحطها في كيس أو في إزازة، وحط على الدم من الحيوان السليم ونقله على طول للحيوان المريض، ويبقى معاك احتياطي بس مجهز انتي هيستامينك وانتي انفلاماتوري ديكساميثازون لو حصل شويه حساسيه ولا اي حاجه. لكن بفضل الله انا عندي فيديوهات على اليوتيوب وعلى التليجرام، ادخل على التليجرام على اليوتيوب بتاعت حامد عطيه، قناه الدكتور حامد عطيه، واكتب نقل دم بالعربي او بالانجليزي، هتشوف انا عامل نقل ومصور نفسي في المزارع وانا بنقل الدم عشان الناس تتاكد. الدكتور احمد الجزار المواليد بتحمل الاميدو كارب يا دكتور؟ بتتحمل الاميدو كارب؟ ما هو انت مضطر يا دكتور، بس انا اهم حاجه زي الدكتور اللي بعت لي النهارده الحوار اللي هو قال ان المعمل مطلع ان هو انا بلازما، ما لازم اعالج، وانا كنت قلت لك تدي جرعه مظبوطه جدا، لان الحوار ده اللي هو المولود ده بيبقى وزنه 30 كيلو، يعني ما ينفعش حتى اديله نص سنتي كتير، اديله 3 من 10 ملي، فهيتحمل مع الاتروبين ان شاء الله. دكتور محمد بدر، هل نحتاج اضافه جرعه مضاد حيوي عند نقل الدم؟ لا، ما مش له اي لازمه، مش له اي لازمه يا دكتور محمد مضاد حيوي خالص. قلت لك بس تجهز انتي هيستامينك وديكساميثازون، بعض الحيوانات تكون حساسه اللي في عمليه نقل الدم، ودي نادره جدا. برحب بالدكتور يحيى مصطفى، دكتور محمد بدر وجميع الزملاء. لو حد بيكتب سؤال كده يقول انتظر عشان ايه، قبل ما نختم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بدكتورة سارية.